اليوم حيكون عندنا نبدأ في تشابتر جديد اللي هو تشابتر 8، بعد ما درسنا بتشابتر 7 سيمبل ار ال سيركتس. اليوم بدنا نطلع الار ال سيركت اللي هو فيرست اوردر سيركت، خلينا نقول، لانه كنا طلعنا فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، والفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن حصلنا عليها من كي في ال او كي سي ال، وشوفنا انه هذه الفيرست اوردر ايكويشنز كان فيها وان ستورج اليمنت، اما كاباستر او اندكتر، يعني اما ار ال او ار سي. بينما اليوم بدنا نتوسع في هذا المجال ونشمل انه يكون عندي سكند اوردر سيركت. كيف يعني سكند اوردر سيركت؟ انها تكون فيها ار ال مع بعض او ار سي مع بعض، طبعا بالاضافه الى المقاومه. هذول الثلاثه بدنا نشملهم ونتطلع ونشوف كيف هذا الكيس عمل. الان طبعا في عده سيناريوز، يعني زي ما انتم عارفين ممكن يكون عندي تو اندكترز او تو كاباسترز او كاباستر واندكتر، فهذول مش حنشملهم، هذول انه تو كاباسترز وتو اندكترز حنشمل لما يكون عندي ال وسي مع بعض، فهذا بيؤدي الى سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. وبدنا نشوف كيف طريقه الحل تاعتها، بدنا نتعلم كيف نحل هذا النوع. طبعا حيكون عندي two alternatives، انه الكاباستر والاندكتر they are in series او they are in parallel، فهذه الكيسز اللي بدنا نشملها في هذا الشابتر ونشوف how to get the solution. الان في هذا الشابتر في عندكم دائما في بدايه كل شابتر practical perspective، بيعطيك يعني زي فكره لمحه عن احد الابلكيشنز. فمن احد الابلكيشنز اللي موجوده، زي ما بتعرف في الكمبيوتر مثلا لما بتقول 2 جيجا هرتز، انت بدك يعني مينيمم تعمل تقريبا 2 تو ذا باور 10 اور 2 مضروب في باور 10 تو ذا باور 9 سمبل اوبريشنز افري سكند لما بنقول 2 جيجا هرتز البروسيسر. الان حتى انت هذه 2 جيجا هرتز تطلعها اللي هي بدك كلوك. فأحد الشغلات اللي بننتج هذا الكلوك حتى تعمل سينكرونايز للأوبريشنز، إما بتستخدم الكريستال، أوكي، مادة على شكل كريستال وهذا بتعطيك الكلوك هذه، أو بتقدر تستخدم L و C كباستر وإندكتر حتى تحصل على الكلوك هذه. هذه أحد الأبليكيشنز اللي ممكن نستخدمها اللي هي الكلوك جنريتر بنسميها. فمو حلو تطلع على البراكتيكال بيرسبكتيف الموجود هون، انه الالترناتيفز الموجوده اما كوارتز كريستال او بتقدر انت اللي هو طبعا الكوارتز كريستال بتعطيك زي ما هون مبين ساينوسويدال، وهون عندك انالوج تو ديجيتال كونفرتر او فلتر بيطلع لك اياها الكلوك اللي شايفينها. والالترناتيف الثاني اللي قلت لكم عنه اللي هو ممكن تستخدم ال او سي سيركت. طيب خلينا نروح مباشره بعد ما اخذنا هذا البراكتيكال بيرسبكتيف على فابتر 8. اذا بدنا ندرس مثل ما درسنا هناك الناتشرال وستيب ريسبونس في حاله الار ال وار سي سيركت، وبدنا ندرس الناتشرال وستيب ريسبونس بس في حاله ار ال سي سيركت. طبعاً second order circuits have two independent energy storage. هذا الكلام نعرفه، إنه عندك لازم يكون two storage elements, inductors and or capacitors. The analysis of second order circuits بيعطيك second order differential equation. Second order differential equation has the form. هاي شكل ال second order differential equation. هذا ال x هو عبارة عن ال m ال output اللي أنت بتدور عليه ال voltage. والانبوت هذا الانبوت، طبعا بنعرف اذا الانبوت يساوي صفر بنقول عنها هوموجينيس، واذا لا يساوي صفر بنقول عنها نون هوموجينيس ديفرنشال ايكويشن. اذا هذا شكل السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. السوليوشن للسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ريكوايرز تو انيشال كونديشنز، يعني متذكرين بالفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن كنا نحتاج على وان انيشال كونديشن. شو اللي وان انيشال كونديشن؟ اللي هو اكس عند الزيرو بلس كنا نحتاجه. هلا هون في السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن يو نيد انذر انيشال كونديشن اللي هو الديريفاتيف اللي هو دي على دي تي اكس اوف 0 برايم اور اوف 0 بلس بدك توجدها. اذا هون يو نيد تو اوبتين سكند اوردر ديفرنشال
a second order for the secondary order differential equation, you need two initial conditions. طبعا all higher order circuits تقدر تشكهم إلى second order differential equation و first order differential equation even they have the same type of response. شكل الresponse حيكون مشابه لل first order with second order differential equation. That's why we don't concentrate on more than second order differential equations. طيب حندرس طبعا series وال parallel RLC circuits. طبعا السيركت ممكن تكون بما انه فيها two storage elements ممكن يكون ممكن تكون فيها two independent capacitors او two independent inductors او one capacitor and one inductor. هلا ممكن يكونوا series RLC circuit وممكن يكونوا parallel RLC circuit وممكن يكونوا others. اللي احنا بدنا نتخصص فيه في هذا التكست بوك هون حنتخصص في هذول الثنتين اللي هو السيريز RLC والبارلل RC. الآن إذا بنفهم واحدة منهم السكند بتكون عبارة عن ريبيتيشن ومراجعة. طيب إذا زي ما انتم شايفين هي عندنا هون الدائرة، زي ما انتم شايفين هي اندكتر، هي كاباستر وهي مقاومة. أوكي they are connected in series وهي الانبوت. عادة شو بدك الاوتبوت؟ مثلا V of T أو بدك I of T، هذا هو الاوتبوت بده يكون بدك توجده. هلا البارلل هي شكل البارلل البوسيبل كومبينيشن اللي هو البارلل عندك كمان مره اندكتر بارلل مع كاباستر بارلل مع مقاومه ونفس الشيء مثلا ممكن ينطلب منك الاوتبوت اي اوف تي او ممكن ينطلب في اوف تي او في ار اوف تي او اي ار اوف تي كله ممكن ينطلب منك وهذا الايش الانبوت وبنعرف السويتش طبعا فتح وسكر هل هو مشمول افتر تي جريتر ذان زيرو او لا حنتعلم كيف نوجد الـ initial conditions. Already we know how to get the initial conditions. إذا زي ما شفنا بالـ first order circuit in chapter 7 the general solution to the differential equation has the form. متذكرين كيف كان شكل general solution؟ كان عندنا إنه homogeneous solution وعندنا particular solution. قلنا الـ particular solution بيشبه الـ input فكان عندنا الـ input DC فكنا نفرض constant K. أوكي؟ أو بسموه اللي هو الناتشرال أو سميناه كمان الناتشرال ريسبونس أو الفورست ريسبونس في شابتر 7 وفي الديفرنشال أنتم بتعرف إنه اسمه هوموجينيوس سوليوشن وبارتيكولار سوليوشن بيعطيك الكومبليت سوليوشن هي فقط تسميات تختلف. أوكي طبعا بدنا نركز على شغلة اللي هم الإكس الناتشرال أو الهوموجينيوس هذول بسبب الإنيشال كونديشنز إن ذا سيركت هذول بيظهروا بسبب الانيشال كونديشنز ان ذا سيركت لما يكون في عندك انيشال كونديشنز ذا سيركت متذكرين مثلا كان عندي مثلا هيك كاباستر وكان عندي مقاومه ار سي سيركت فكنا نوجد لها فقط هاي ايش الناتشرال سوليوشن طب من وين كان السورس تاع الناتشرال سوليوشن كانت اللي هي الفي سي اوف 0 بلس هذا هو كان السورس وكان السوليوشن شو يساوي مثلا اذا بدك في اوف تي او اف اوف تي بدك اياه يساوي ايش يساوي اللي هو A E minus T على تاو فكنا نشوف انه هذا بعد فترة من الزمن decays dies out بموت صح بموت ليش بموت لانه في initial charge وتفرغت وخلصت في initial charge تفرغت وخلصت اذا مين سبب الهوموجينيوس solution مين سببه اللي هو ايش الانيشال كونديشن هذا الانيشال كونديشن اذا الانيشال كونديشنز هم اللي بيعطونا اللي هو الهوموجينيوس او الناتشرال سوليوشنز طيب نيجي على الجزء الثاني كان في عندي البارتيكولر سوليوشن او الفورست ريسبونس مين كان سببه كان سببه ايش الفورسينج فانكشنز كان في عندك فورسينج فانكشن كان في اكسترنال دي اندبندنت سورس افتر سويتشينج فكان عندنا يكون في بعد السويتشنج يكون عندي مثلا كرنت سورس او فولتج سورس ففي هذا الكلام هنا في عندي بدي يظهر في شيء اسمه فورست ريسبونس او بارتيكولار سوليوشن بدي يطلع عندي فورست ريسبونس وكنا نشوف في هذه الحاله كيف نوجده وتعلمنا بطريقه الجنرال سوليوشن اللي بدي اياه نميزه انه في حاله الهوموجينيوس انت عندك السورس الوحيد هو الانيشال كونديشن وهذا الانيشال كونديشن او هذا الريسبونس دايز اوت افتر سيرتين تايم افتر 5 تاو متذكرينه
بينما اللي بيضل سستينبل موجود اللي هو اذا كان عندك في اكسترنال سورس، فبتلاحظ انه في عندك ستيدي ستيت ريسبونس بيعطيك الفورست ريسبونس. طيب هلا الفورست ريسبونس طبعا زي ما حكينا هو بسبب اندبندنت سورس ان ذا سيركت. اذا كان عندك اندبندنت سورس ان ذا سيركت فور تي جريتر ذان 0 سينس ذا ناتشرال ريسبونس ويل داي اوت، بيموت وانس ذا سيركت ريتش ذا ستيدي ستيت. And the forces which can be found by analyzing the circuit at t as t goes to infinity. كنا نوجد اللي هو إيش الforce response أو steady state case. فكان x force يساوي x of infinity. وهذا الكلام شفناه في chapter 7. طبعاً هي second order differential equation شكلها هيك. Where x is the voltage v of t or current. ممكن يكون volt أو current. طبعاً هو the output. Okay, to find the natural response of this differential equation, you need to find the natural solution. Natural solution بتعمل هذا zero، بتخليه يساوي zero. Okay, وبتحل وبيطلع معك اللي هو natural response. فإذا عملناها هنا zero. Okay, substituting the general form of solution. The general form solution اللي فرضناه في chapter 7 هو كان عندك let x of t يساوي constant e s t. اوكي، اذا عوضته هون بيطلع معنا إيه بدنا نشتقها مرتين، اشتق لنا هذه الاكس اوف تي مرتين، هي عباره عن اس تربيع اي اس تي مزبوط بلس اي 1 في اشتقها مره اي اس اي اس تي زائد اي 0 اي اي اس تي تساوي 0. طبعا بقدر تاخذ كومن فاكتور اللي هو اي اي اس تي اوتسايد، فبيطلع معنا اس تربيع زائد اي 1 في اس زائد اي 0. اوكي، هذا استاذ منين جبت الاس تربيع؟ بتشتقيها مرتين هي، فلو اشتقينا اكس اوف تي برايم هون بيطلع معنا اي اس اي اس تي. فكرت هاي المره الاولى اكس دبل برايم اوف تي اي اس تربيع اي اس تي صحيح. فهون طلعت معنا هلا هذه شو بنسميها، هذه اللي بتعرفوها الكاركترستيك ايكويشن، هذه بنسميها الكاركترستيك ايكويشن. طبعا هاي الكاركترستيك ايكويشن بسويها بالصفر زائد اي 1 اس زائد اي 0 تساوي 0. وشو بدي يطلع؟ بدي اوجد اس 1 واس 2. كيف بوجدهم اس 1 واس 2؟ بوجدهم عن طريق المميز، عن طريق المميز اللي هو ماينس، إذا عندك طبعاً هسه مكتوبها بالينوميال، هي موجودة هنا على طول. خلينا فهي عندها بعد ما توجد اللي هي الكاركترستيك إيكويشن هذه اللي أوجدناها. أوكي، you can find the roots عن طريق المميز اللي هو إذا كان عندك A X تربيع زائد B X زائد C تساوي صفر. X شو بيطلع 1 و 2 بيساوي ماينس B زائد ناقص جذر البي تربيع ناقص 4AC على 2A. فهنا بس عوضهم هذولا، هذه هي عبارة عن C، هذه هي عبارة عن B، والA هون تساوي 1. بس عوضهم هنا فبيطلع معنا S1 S2 اللي هو عن طريق المميز. إذن هذا هو السوليوشن للكاركترستيك إيكويشن. طيب بعد ما أوجدنا، خلينا إذن هذا هو بالنسبة لنا كيف نوجد الهوموجينس أو الناتشرال ريسبونس. أوكي، الهوموجينس سوليوشن أو الناتشرال ريسبونس. طبعا واحد بيروح بيقول اوكي الريسبونس طبعا بيعتمد على طبيعه الروتس اس1 واس2. عندك عده كيسز، ممكن يكونوا اس1 مثلا تساوي اس2، ممكن اس1 لا تساوي اس2 ويكونوا ريل، ممكن يكون اس1 تساوي اس2 كونجوجيت كومبلكس كونجوجيت. اوكي، كومبلكس كونجوجيت روتس بنسميهم. فكل واحده منهم هذول الثري كيسز، الكيس الاولى انه يكون مثلا اس1 تساوي S2 منسميه critical damped، هذا منسميه over damped، هذا منسميه under damped. وكل واحد solution له شكله، حندرس كيف شكل solution. مثلا لو أخذنا هذا الكيس هيكون شكل solution X of T يساوي A1 E S1 T زائد A2 E S2 T. في هذا الحالة برضو له شكل، وهذا الحالة له شكل، حندرسهم ومع بعض ونشوف كيف بيطلع شكل solution. طيب الآن خلينا نأخذ مثال، نروح على مثال لهذه الدائرة. عندي هنا واضح إنه عندي parallel earth، كم storage element فيها؟ فيها 2، هاي inductor
وهي كاباستر معهم ار. اذا هذه بارلل ار ال سي سيركت. تمام، فعندنا هذا الاكزامبل. خلينا نشوف شو معطي معنا وكيف بدنا نوجد اللي هو الاس 1 نوصل للكاركترستيك ايكويشن. هون بيقول لك طبعا اذا ما كان معطيك الانيشال كونديشنز you have to plot the circuit or to draw the circuit for t less than 0 عشان توجد vc of 0 minus وتوجد il of 0 minus. لازم توجدهم. هلا هون مريحنا بما ان صرنا احنا اكسبرت ان فايندينج ذا انيشال كونديشنز. هو مريحنا معطينا انه كان في الكاباستر 0 فولت وفي الاندكتر 10 امبير ومعطينا هي اتجاه الانيشال كرنت وهنا الفي سي اوف 0 ماينس جاهز يعني. اذا هذه البيانات اذا مش معطيه بدي ارسم الدائره فور تي ليس دان 0 واوجدهم. بما انهم معطيات انا يعني ريحني في ستيب واحد لانه تركيزنا الان مش على الانيشال كونديشن. طيب هلا انسب شيء بدي اعمل هنا كي سي ال. طبعا هنا بقول لي فايند في اوف تي هاي في اوف بدي اعمل اللي هو كي سي ال. اوكي كي سي ال هات نعمل كي سي ال مع بعض. يلا عندي اي ار هيو اي ار اوف تي زائد اي ال اوف تي زائد اي سي اوف تي المجموع يساوي صفر. تمام هلا انا في النهايه بدي اكتب الايكويشن يا جماعه ان تيرمز اوف وات. مين عندي الاوتبوت هنا؟ في اوف تي. تمام الاوتبوت في اوف تي اللي بدي اياه هو في اوف تي فلازم كله يكون ان تيرمز اوف في اوف تي عشان يطلع السوليوشن لفي اوف تي. طيب لو جيت قلت اي ار شو علاقتها مع في اوف تي؟ اي ار هاي هي عباره عن في اوف تي على ار. طيب لو جيت مثلا على اي ال أنا بعرف VL تساوي LDI على DT VL. طب VL هنا ما هي بارلل مع VC إذا تساوي VC ومن هون بقدر أنا أكتبها بقدر أخذ التكامل عشان أكتبها in terms of VC of T أو V of T. أوكي فهي عبارة عن 1 على L 0 ل T V of T DT ماينس لانه هذا اتجاهه عكسي الانيشال فعملنا ماينس اي ال اوف 0 ماينس بلس الاي سي. شو يساوي الاي سي؟ سي دي في على دي تي تساوي صفر. فاذا هون لاحظوا عندي هوموجينيوس سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. اذا مش شايفين انها سكند اوردر الان بورجيكم انها سكند اوردر وكله مكتوب ان تيرمز اوف وات ان تيرمز اوف في. اوكي إذا بقدر أنا أرتبها V of T إذا بتحبوا على R تساوي 1 على L 0 T أوكي V of T DT plus C DV على DT يساوي I L of 0 minus. أوكي هلا لو أنا جيت قلت لك let's have the derivative take the derivative D على DT اشتق لي كل المعادلة هذا شو بصير عندك؟ بصير عندي 1 على R DV على DT plus 1 على LV of T plus C second derivative على DT تساوي 0. فهذه عبارة عن homogeneous second order differential equation. هذه طبعا بقدر أرتبها أنا بشكل أحسن إنه أخلي المشتقة هون second order derivative plus 1 على R دي في على دي تي بلس 1 على ال في اوف تي تساوي 0. فهي second order differential equation. هسا بدي انا ايش اوجد ايش اوجد الكاركترستيك equation. اذا find the characteristic equation طبعا نفس الشيء let في اوف تي تساوي a e s t عوضها في هذه المشتقة فبيطلع معانا بعد التعويض مباشرة C تربيع زائد 1 على R S زائد 1 على L تساوي صفر. هاي هي الكاركترستيك إيكويشن اللي طلعت معنا من هذه. حدا عنده استفسار؟ تمام. طبعا في طريقة سريعة مباشرة إنك أنت تحصل على الكاركترستيك إيكويشن بدون ما تعوض هذه. تاخذ معك وقت
بدون ما تعوض هذه وتاخذ معك وقت، تقدر تقول هنا اللي هو السكند ديريفاتيف تعطيك اس تربيع، الفيرست ديريفاتيف تعطيك اس، وهنا النو ديريفاتيف تعطيك اللي هو طبعا مضروب بالكوفيشنت، بالكوفيشنت تاعها الموجود في كل واحده يساوي زيرو. هلا بعد ما كتبنا هذه اللي هي الكاركترستيك ايكويشن ببساطه، هاي الكاركترستيك كمان مره، سي اس تربيع زائد واحد على ار اس زائد واحد على ال تساوي زيرو، هاي هي الكاركترستيك. الكاركترستيك روتس تاعتهم او الروتس تاعتنا تساوي اس 1 2 الحل تاع هذه البولينوميال، وماينس بي زائد ناقص جذر بي تربيع ناقص 4 اي سي، هذا المميز كلكم تعرفوه، على 2 اي. فبس عوض طبعا هون عندنا اي تساوي سي، والبي تساوي 1 على ار، والسي شو تساوي 1 على ال. طبعا هذه سي كابيتال وهذه السي سمول، اوكي. ففقط عوضهم هون تعويض مباشر، راح تشوف انه اس 1 راح تطلع معنا ماينس 1 على 2 ار سي زائد جذر 1 على 2 ار سي تربيع ناقص 1 على ال سي، ونفس الشيء اس 2 راح تطلع ماينس 1 على 2 ار سي ناقص هون الجذر اللي هو نفس القيم هون ناقص 1 على ال سي. اذا اوجدت الروتس، طبعا انا اللي بتحكم في قيمه الروتس، اللي بتحكم فيهم اللي هو قيم ار وسي. هلا بدنا نفرض زي ما انتم شايفين هون عندي مثلا، ومثلا هون اللي هو 1 على 2 ار سي، هي هون موجوده نفسها، فليش ما انا اعوضهم في فاكتور؟ فبدي اسميه الفاكتور ريزونانت. طبعا له ابلكيشن كثير هذا الريزونانت فريكوانسي، افرضه اوميجا نود اسميه، اسميه اللي هو واحد، سوري مش الريزونانت فريكوانسي اللي بدي اياه، او اوكي الريزونانت فريكوانسي بدي اخذه اللي هو واحد على جذر ال سي هذا، وبدي كمان فاكتور اسميه الدامبنج اللي هو كوفيشنت، دامبنج كوفيشنت اللي هو الفا نسميه اللي هو واحد على 2 ار سي. الان لو جيت عوضتهم انت في اس 1 شو بتصير؟ اس 1 ان تيرمز اوف ذيس تو باراميترز اللي هو ماينس الفا زائد جذر، صح، الفا تربيع ناقص اوميجا نود، مظبوط تربيع. طيب وهون عندنا اللي هو S2 يساوي ماينس ألفا ناقص جذر ألفا تربيع ناقص أوميجا نود تربيع. فهي هون كتبناهم in terms of mean اللي هو resonant frequency والdamping coefficient، resonant frequency والdamping coefficient. إذا دائما السوليوشن، يعني الآن ما بيلزمك تروح تكتب الكاركترستيك equation من الزيرو، من الزيرو تقدر أنت بشكل مباشر إذا أنا عرفت إنها برا لل RLC circuit توجد resonant frequency وتوجد الدامبينج كوفيشنت وتوجد تعوض في الروتس بدون ما تروح تشتغل هذا الشغل، ما بيلزمك خلص اذا عرفت انها برا للار ال سي، هذول ثابتات للبرا للار ال سي سيركتس، بتعوضهم بيطلع معك اس 1 واس 2، بيطلع معنا اس 1 واس 2. هلا بناء بيزد اون اس 1 واس 2 بدنا نشوف 3 كيسز، ايش بنسميه اوفر دامبد، ايش بنسميه كريتيكال دامبد، وايش بنسميه اندر دامبد. خلينا نشوف مع بعض شو المعنى فيهم هذول. لسه احنا قاعدين بنفهم كيف نوجد الناتشرال سوليوشن. طيب اذا اوجدنا وصلنا هون، حصلنا على اس 1 واس 2 in terms of the resonant frequency and damping coefficient. هلا الكاركترستيك روتس الS1 وS2 اللي طلعوا معك بدهم يحددوا النيتشر تاعت الريسبونس، S1 وS2 بدهم يحددوا طبيعة الريسبونس، اوكي؟ Maybe they are real and distinct، يعني S1 لا تساوي S2، they are real. هاي أول كيس. الكيس الثانية repeated، شو يعني repeated؟ يعني S1 ممكن تطلع معك تساوي S2. الكيس الثالثة or complex conjugate 3 complex conjugate S1 تساوي S2 conjugate complex roots. هلا في كل حالة منهم بدنا نشوف شو طبيعة الـ solution.
فلو جينا على الحالة الأولى لما S1 لا تساوي S2 they are real roots. أوكي في هذه الحالة طبعا تعالوا S1 شو كانت تساوي؟ ماينس ألفا زائد ناقص جذر الألفا تربيع ناقص أوميجا نود تربيع. متى هذولا S1 لا يساوي S2 and they are real؟ فقط إذا كان عندك اللي جوا الجذر هذا ألفا سكوير greater than أوميجا نود سكوير. إذن بيكون عندك overdamped response if اللي هو damping coefficient تربيع أو damping coefficient نفسه greater than resonant frequency. هيك بيكون عندك تحصل على الكيس الأولى اللي هو S1 لا تساوي S2 and they are real. وطبيعة الحل طبيعة الحل هيك بيكون شغله X natural of T يساوي A1 ES1 of T زائد A2 ES2 of T. هاي أوجدنا الناتشرال سوليوشن. طبعا S1 و S2 أنت بتكون أوجدتهم من هون. بضل عندك you need to find A1 and A2. طيب هلا عندك الكيس الثانية إنه اثنين إنه يكون S1 يساوي S2 بنسميه repeated roots. تمام؟ هذا شو بصير عندك S1 و A2 تساوي ماينس ألفا زائد ناقص ألفا تربيع ناقص أوميجا نود تربيع. لما ألفا تربيع تساوي أوميجا نود تربيع بصير عندك اللي هو الريبيتد روتس وبيكون S1 و A2 يساوي ماينس ألفا صح؟ هذا بنسميه الكريتيكال دامد ريسبونس الكريتيكال دامد ريسبونس. والشكل الحل تاعه نكتبه بالأحمر X natural of T يساوي A1 of A1 T مضروب في T زائد A2 كلهم مضروبات في EST sorry EST طبعا minus ألفا هي بدها تكون EST خليها ماشي. طبعا ألفا هنا وجدنا S1 و S2 تساوي minus ألفا اللي تساوي S. أوكي أو واحد بيقدر يكتبه A1 في T E S T زائد A2 E S T هذا الناتشرال ريسبونس. الكيس الثالثة اللي هو بدنا نسميه الأندر دامد 3 كيس 3 طلع على الروتس لما S1 تساوي S2 كونجكت. متى بحصل على هذا الكلام؟ تعالوا نشوف هي S1 تساوي ماينس ألفا زائد ناقص جذر الألفا تربيع ناقص أوميجا نود تربيع. متى هون بيطلع عندك complex solution؟ إذا كانت ألفا سكوير less than أوميجا نود سكوير. إذا ألفا سكوير less than أوميجا نود سكوير بيصير عندك تحت الجذر ماينس. يعني مثلا بيكون عندك جذر ماينس خمسة. هذا شو بيعطيك الجذر الماينس خمسة؟ بتقدر تكتبه as such جذر الماينس واحد في جذر الخمسة. جذر الماينس واحد هو عبارة عن الجي الإيماجينري بارت بيعطيك صح؟ في جذر الخمسة مظبوط ولا لا؟ هيك انت حصلت على كومبلكس كونجكت روتس S1 تساوي S2 كونجكت. فلو كتبت S1 طبعا بدنا نعرف هنا النيو باراميتر اللي هو بدي اسميه الدام دريديان فريكوانسي أوميجا دي. أوميجا دي اللي هو بدي اعرفه على انه اللي هو جذر الأوميجا نود تربيع ناقص ألفا تربيع. فبصير عندي S1 يساوي ماينس ألفا زائد J أوميجا D و S2 بيكون ماينس ألفا ناقص J أوميجا D. هيك أوجدت أنا طبعا هذا بنسميه damped هذا أوميجا D بدنا نسميه damped factor damped radian frequency. عرفناه هون عشان يسهل علينا كتابة الإكسبريشن S1 و S2. لاحظوا إنها S1 و S2 they are complex و they are conjugate. ليش conjugate؟ لأنه إشارة الإيماجينري بارت عكس بعض واحدة بلس وواحدة ماينس. إشارة الإيماجينري بارت they are opposite. طيب شكل السوليوشن شو بده يكون شكل السوليوشن؟ طبعا بدنا نسميه هذا نسميه under damped. هذا نسميه under damped. اللي قبله سميناه critical damped. اللي قبله سميناه over damped. طبعا كله بيعتمد على ألفا وأوميجا نود علاقتهم مع بعض. هنا ألفا سكوير less than أوميجا نود سكوير نسميه under damped. طيب هلا شكل السوليوشن
شكل السوليوشن، خلينا نكتب شكل السوليوشن للأندر دام، لسه ما كتبناه الأندر دام، بدي أكتب لكم إياه هون. طبعا قلنا إنه S1 و S2 قدرنا نكتبها as minus alpha زائد ناقص J omega D، وأوميجا دي عرفناها تساوي جذر أوميجا نوت تربيع ناقص ألفا تربيع. طيب السوليوشن يا جماعة بدي يكون، السوليوشن بدي يكون هو X natural. طبعا هذول they are non-equal or distinct solutions، فشكله شكل over damped، شكله شكل over damped. كيف كتبنا over damped؟ A1ES1T زائد A2ES2T. فلو عوضت S1 و S2 هون هات نعوضهم، فبيطلع معنا A1 E S1 اللي هو عبارة عن minus alpha زائد J omega D كله في T زائد A2 E minus alpha ناقص J omega D كله في T. هاي السوليوشن شكله. هلا طبعا هذا بقدر أفكفكه أنا أكثر، اللي هو A1 E minus alpha في T مظبوط، أخذها common factor ويضل عندي جوا أوكي هاي بدون A، بيطلع عندي A1 E J omega D T زائد A2 E minus J omega D T مظبوط. بقدر أكتب هيك ولا ما بقدر؟ بقدر. طيب هلا اللي بدي ألاحظه أنا، طبعا هذا complex exponential، بقدر أكتبه in terms of cosine وsine. yes، متذكرين الأويلر identity؟ تبسيط فقط. الأويلر identity بتقول E J omega D E تساوي cosine omega D T زائد J sine omega D T. هذه الأويلر identity خلينا نستخدمها هون، نستخدمها هون وشوية تبسيط نعمل. فبيطلع معانا expression اللي هو X N of T تساوي E minus S T، سوري E minus alpha T أوكي، في A1 زائد A2 الكوساينز بنجمعهم مع بعض كوساين أوميجا دي تي زائد اللي هو الـ J الإيماجينري بارت بيكون A1 ناقص A2 ساين أوميجا دي تي أوكي. فطلع معي هذا الحل. طبعا أنتوا بتعرفوا إنه A1 و A2 they are constant، و A1 و A2 they are constant، إذا مجموعهم بيطلع constant جديد أسميه beta 1، وهذا أسميه beta 2 constant. إذا still they are constant unknowns، فبقدر أنا أختصرهم في new constant. إذا X of T natural بيكون في هذه الحالة E minus alpha T أوكي beta 1 cosine omega D T زائد J beta 2 sine omega D. طبعا اوميجا دي هيها موجوده هون، والفا يو نو ات يو كان فايند ات، فبضل عندك في هذا يو فايند بيتا 1 وبيتا 2. طبعا هذا كيف وجودهم فروم انيشال كونديشنز، فروم ذا انيشال كونديشنز. طبعا هذا الديريفيشن يعني هو فقط لحد الاطلاع، حتى راح يكون عنده معلومات ويكون عنده مهارات، ولكن انت موجود عندك بيكون كل شكل سوليوشن، بس فقط عليك تعرف فيهم S1 و S2 وتعوض تعويض مباشر. إذن هيك نلخص شو اللي أخذناه. أخذنا الـ overdamped response، طبعا هذا من الـ characteristics، من الـ characteristic roots أوكي، من الـ characteristics characteristic root بيقدر تحصل على S1 و S2. إذا كانت ألفا سكوير أكبر من أوميجا نوت سكوير، هذا بيعطيك roots are real and distinct they are unequal، وهي شكل solution الملخص، هي شكل السوليوشن. بضل توجد A1 و A2 من الانيشال كونديشنز. عندك الكيس الثانية انه يكون عندك كريتيكال دام، لما تكون الفا سكوير تساوي اوميجا نوت سكوير، فبيطلع عندك وان سوليوشن اللي هو ماينس الفا، وشكل السوليوشن هذا اللي هو XN يساوي A1 في T زائد A2 في T. طبعا الكيس الثالثة اندر دام، اذا كانت عندك ايماجينري بار طلع عندك، فبهذه الحالة عرفنا الدامد ريدن فريكوانسي لأوميجا دي، وعوضنا بال اوفر دامد اكسبريشن، شوية سمبليفيكيشن، اويلر ايدنتيتي مع كوساين وساين، طلع معنا اي الفاينل، اي الشكل النهائي للحل في الاندر دامد، في الاندر دامد سيناريو. نرجع لمثالنا.
طبعا هذول ملخص للجميع، هاي الملخص في هذا السلايد. نرجع للمثال اللي احنا بدأناه. هلا نرجع للمثال تاعنا، نذكركم شو اللي عملناه، يمكن توهناكم. الان اللي عملناه بيحكوا لك في التسجيل كمان بيكون اوكي. الان هذا الاكزام اللي بدأناه وقلنا عندنا الانيشال كونديشنز موجوده، وكتبنا اللي هو الديفرنشال ايكويشن، اذا متذكرينها نكتب لكم اياها مره ثانيه. عملنا كي سي ال وكتبنا الديفرنشال ايكويشن، كانت الديفرنشال ايكويشن تساوي if you remember اللي هي عباره عن اوكي v of t على r plus 1 على l من 0 الى t 0 minus طبعا v of t dt plus c dv على dt تساوي i l of 0 ماينس. هاي الديفرنشال ايكويشن كتبناها من الكي سي ال. طيب بعدين كلنا خلينا نشتق واشتقيناها وكتبناها ورتبناها، طلعت سي دي في على دي تي تربيع زائد دي في على دي تي واحد على ار زائد واحد على ال في اوف تي تساوي زيرو. وكلنا من هون حصلنا على اللي هو كلنا اس 1 واس 2 وجدناه اللي ماينس ألفا زائد ناقص جذر ألفا سكوير ناقص أوميجا نوت سكوير. وقلنا بناء على S1 و S2 بنكتب الكاركتر، بناء على الكاركترستيك روتس بنكتب السوليوشن. فتعالوا هنا مع بعض نعوض ونشوف شو قيمة S1 و S2. فلو جينا أول شيء ألفا، عرفنا ألفا شو كانت ألفا، كانت 1 على 2 RC. طيب هاتوا نعوض 1 على 2 كم قيمة R؟ 6 أوم. كم C؟ 1 على 42. فهذه لو أوجدتها بتطلع معاك 3.5. طيب خلينا الآن نوجد إيش؟ نوجد أوميجا نود. أوميجا نود كانت 1 على جذر الإلسي. فلو عوضنا هنا 1 على جذر 7 ضرب 1 على 40 42 تحت الجذر، فبتطلع معاكم 2.45. هلأ اللي لاحظناه هون إنه ألفا سكوير greater than omega node square، فهذا شو بنسميها؟ بنسميها overdamped. overdamped scenario. ففي overdamped scenario قلنا شكل solution اللي هو v of t الناتشرال او الهوموجينس، اوكي الناتشرال او الهوموجينس شو شكله؟ شكله يساوي a1 e S1T زائد A2E S2T. تمام؟ فهنا بتصير عندي A1، طبعا بدي أوجد هنا S1 و S2. S1 شو تساوي؟ ماينس ألفا زائد جذر ألفا سكوير ناقص أوميجا نوت سكوير. عوض ألفا وأوميجا نوت سكوير فبطلع معك S1 يساوي ماينس 1 وبطلع S2 يساوي ماينس 6. فهي السوليوشن صار عندي موجود V of T يساوي A1E minus t زائد a2 minus 6t or t greater than 0. هاي شكل السوليوشن. هلا ضل عندي هون شغله اساسيه اللي هي اوجد مين a1 و a2. وال a1 و a2 حتى اوجدهم بدي initial conditions. You need two initial conditions. شو هم ال two initial conditions؟ بدي vc of 0 plus اي واحد، وبدي مشتقته عند الزيرو بلس. هلا ال VC of 0 بلس هي موجودة، ليه تساوي VC of 0 ماينس؟ already I have it. طيب كيف بدي أحصل على ال VC المشتقة تاعت ال V عند الزيرو بلس؟ تعالوا نرجع للديفرنشال إيكويشن. طبعا هذه بتهمني حتى أوجد السكند إنيشال كونديشن، هاي أطلع فيها. لو أنا عوضت عند الزيرو بلس في المشتقة هاي، تعالوا نشوف شو بيطلع معي عندهم. T عند الزيرو بلس بتصير V of 0 plus على R زائد 1 على E L sorry 0 minus لا 0 plus V of T DT زائد C DV على DT عند T equal 0 plus. هاي اللي أنا بدور عليها تساوي I L of 0 minus. هاي اللي بدور عليها I L of 0 minus كداش معطيه هون 10. كداش ال VC of 0 plus تساوي صفر. انا بدي هاي، هذا اللي بدي اياها، هاي في المشتقه عند الزيرو بلس. اذا هذه تساوي
هلا هون التكامل من 0 ماينس ل 0 بلس قديش بيعطينا؟ بيعطينا صفر. تكامل عند نقطه معينه بيعطيك صفر. فهون شو صفى عندي؟ سي دي في على دي تي في اوف 0 بلس تساوي 10. اذا دي في على دي تي عند 0 بلس تساوي 10 على سي. قديش قيمه سي؟ 1 على 40 42. اي اكتبها هون. اذا كمان مره دي في على دي تي عند 0 بلس تساوي الاي كانت 10 على السي 1 على 40 42 تساوي 420. اذا هي اوجدت انا اللي بدي اياه اللي هو السكند انيشال كونديشن. خليني امسح هون. هي اوجدنا الانيشال كونديشن الثاني، تعلمنا كيف نوجده من الديفرنشال ايكويشن. تمام. الان برجع على اللي هو برجع على المعادله هذه، بعوض الانيشال كونديشنز. الانيشال كونديشن الاول كان في سي اوف 0 بلس يساوي الصفر، والانيشال الثاني اللي هو دي في على دي تي عند الزيرو تي ايكوال 0 بلس يساوي 420. بروح على هذه المعادله على طول. هون بقول في اوف 0 بلس تساوي اي 1 تو ذا باور 0 اي 0 1. اذا اي 1 زائد اي 2 هي اول معادله تساوي صفر. هي المعادله الاولى. المعادله الثانيه بدي اشتق، فخلينا نشتق في اوف تي. اشتقوا دي في على دي تي شو تساوي؟ اي 1 ماينس اي ماينس تي ناقص 6 اي 2 اي ماينس 6 تي. هلا عوض عند الصفر، نعوض عند الصفر، فبيطلع معي اي ماينس اي 1 ناقص 6 اي 2 يساوي 420. هاي كمان معادلة، هاي معادلتين، معادلة أولى معادلة ثانية بمجهولين، بتحلهم حل مباشر and you get A1. حتطلع معك A1 تساوي اللي هو حسب الحل 84 و A2 حتطلع تساوي اللي هو minus 84. فبنعوضهم تعويض مباشر، بيطلع معي اللي هو V of T يساوي A1 اللي هو 84 E minus T ناقص 84 E minus 6 T 4 T greater than 0. هذا هو الحل. طبعا تقدر تكتبه 48 E minus T ناقص E minus 6 T 4 T greater than 0. This is V of T. تمام. هاي الحل أوجدناه. إذا المهم عندنا هنا الخطوة اللي بدك تعملها إنه you need to get alpha omega node. You get S1 S2 based in S1. إذا S1 لا تساوي S2 they are real، بتكتب السوليوشن شكله اللي هو مثلا V of T يساوي A1 EST plus A2 EST2 T، وبتوجد A1 and A2 من الانيشال conditions مثلا V of 0 plus بتكون already you have it، وبدك مشتقتها عند الزيرو بلس بدك توجدها، وبتعوض وبتوجد A1 و A2. هذا كل ما لدينا بالنسبة لهذا النوع من الأسئلة. طيب إذا هذا هي حل موجود هنا، نراجع مع بعض. كتبنا ألفا أوميجا نوت، قلنا أوفر دامت كيس، أوجدنا S1 S2. تمام. بعدين كتبنا الجنرال ناتشرال ريسبونس، طلع معنا هذا 4t greater than 0. هي اوجدنا طبعا، حتى برجع على الديفرنشال ايكويشن الرئيسيه حتى اوجد الانيشال كونديشن الثاني، لان انا بدي دي في، هي بدي هاي دي في على دي تي عند الزيرو بلس، هيها موجوده هون، فبروح بعوض كل هاي الايكويشن عند الزيرو بلس تظهر اللي بدي اياها. هاي هذه اوريدي معطيه، هذه التكامل عند نقطه يساوي صفر، هذه معطيه في سي وكانت صفر، فبيطلع معك الجواب على طول وبتطلع الحل. فهنا أوجدنا عند 0 بلس وأوجدنا اللي هو الكمبليت سوليوشن كان هذا. وطبعا لو رسمته على الماتلاب أو أي برنامج رسم، رسمت هذه الإكويشن، هيطلق معك هذا شكل الأوتبوت ريسبونس. طبعا الفرق بينه مثلا بين اللي كان عندك فيرست أوردر، كان شكل الريسبونس هيك هيك ينزل مظبوط، هنا عندك فيه بيطلع وبرد بينزل، في فرق في الريسبونس. طيب نروح على كريتيكال دامبينج.
كيس لكريتيكال دامينج. طبعا هون نفس الدائرة بس غيرنا قيم R و L و C، لعبنا في قيم L و AL، لاحظوا قيم L ظلت زي ما هي و C ظلت زي ما هي، غيرنا قيمة R. نفس الطريقة بروح بحسب ألفا، طبعا عندنا الجيفن انيشال كونديشنز ما تغيروا نفسهم. find v of t for t greater than 0، اوجدنا الفا اوجدنا اوميجا، طلعوا they are equal، الفا تساوي اوميجا، فهذا بنسميه الكريتيكال دامبينج. s1 و s2 they are equal يساوي minus الفا. الشكل السوليوشن تعلمناه اللي هو a1 t e s1 t زائد a2 e s t اوجدناه. الان بضل عندك الانيشال كونديشنز، already you have vc of 0 plus تساوي vc of 0 minus تساوي 0، وردي أوجدنا الانيشال كونديشن للديريفاتيف 420. الآن فقط تعويض مباشر بالمعادلة اللي انت كتبتها، وبتطلع معك معادلتين، وبتطلع معنا هاي شكل. طبعا طلعت معنا هنا A2 تساوي 0، A1 طلعت 420، وهذا شكل اللي هو الكريتيكال ريسبونس. الكريتيكال ريسبونس طبعا لو رسمته بيطلع معك هيك شكل الرسمة. نروح على الكيس الثالثة اللي هي underdamped parallel RLC. اوكي الunderdamped parallel RLC نفس الشيء، L و C ضلين زي ما هم وغيرنا R، فاختلف الريسبونس. شوفوا كيف اختلف الريسبونس. نفس الطريقه بنوجد الفا، طبعا عندنا الانيشال كونديشنز ما تغيروا، بنوجد find v of t for t greater than 0، بنوجد الفا، بنوجد اوميجا نود، بنلاحظ ان الفا تربيع less than اوميجا نود تربيع، اذا هذا عطول critical damped. عرفنا اللي هو damped radian frequency طلع جذر 2. هاي شكل السوليوشن اللي اشتقيناه من قبل، عندك الفا already you have it هيها عوضها هون، وعندك اوميجا دي هيها اوجدناها، هيها اوميجا دي، وبيضل عندنا نوجد البيتا 1 وبيتا 2 حتى اوجد بيتا 1 وبيتا 2 على اللي هم الانيشال كونديشنز. already I have the initial conditions، بدي v of t for 0 plus اوكي، وبدي المشتقة اللي وجدناها 420 لأنه نفس الديفرنشال إيكويشن. إذا فقط بتلزمك الديفرنشال إيكويشن حتى تحصل على الانيشال كونديشن الثاني. أي السوليوشن بدي أعوض عند ال VC of 0 plus أوكي، فلاحظ إيه 0 1 هذا لما تعوض عند الصفر هذا بيطلع 1، هون أعوض T تساوي 0 كوساين 0 بيطلع معنا 1، كوساين 0 بيطلع معنا 0، فطلعت B1 تساوي VC of 0 plus، وأصلا طلعت VC of 0 plus كان معطينا إياها 0، إذا B1 تساوي 0. صفى السوليوشن هي شكله هيك. هلا بشتقه مرة ثانية، طبعا عندكم لأنه هذا function of T وهذا function of T، إذا أول مشتق الثاني زائد ثاني مشتق أول، هيك طريقة اشتقاقه. تعرفوا كيف تشتقوا، هاي اشتقينا الأول اشتقينا الثاني أوكي، وهنا اشتقينا الاول اللي هو مشتقة الفانكشن، بتعرفوا كيف توجدوها. بنعوض عند الزيرو بلس وبيطلع معنا بيتا 2 تساوي 420 على جذر 2، بنعوضها وبيطلع معنا الجواب النهائي v of t for t greater than 0. طبعا زي ما انتم شايفين هو عبارة عن exponential decaying function مضروب بساينوسويد، فلو بدك ترسمه بتقدر ترسمه ببساطة بهذا الشكل، عبارة عن الإكسبوننشال ديكايينج فانكشن، وهي الساينوسويد بنسميه ساينوسويدال ديكايينج فانكشن، هذه الـ V of T، هذه الـ V of T. هيك بنكون أخذنا الثلاث كيسز. طبعاً الريسبونسز هي لو رسمت الكريتيكال دامد والأوفر دامد والأندر دامد بيختلفوا في طريقة الريسبونس. هيك أخذنا بنكون غطينا اللي هم الثلاث كيسز. في عندنا كيس أخرى أخير اللي هي بنسميها اللوسلس كيس. اللوسلس كيس، شو اللوسلس كيس؟ شوفوا شيء، تعالوا نشوف شيء. عندك الاندكتر والكباستر معطيك إياهن قيمهم ما تغيروا، وعندك المقاومة اللي كانت موجودة راحت. يعني شو يعني راحت؟ يعني open circuit. طب شو يعني open circuit؟ يعني R تساوي infinity، فهي عوض قيمتها R infinity. هذه special case loseless RLC circuit بنسميها loseless LC circuit. لو جدت ألفا واحد على إنفينيتي صفر، أوميجا نود تطلع جذر ستة، فبنلاحظ إن ألفا less than أوميجا نود، إذا هذه critical damped under damped. الأندر damped موجود اللي هو damped radian frequency، وبعوض هون طبعا ألفا طلعت معي صفر، فالترم اللي هون E minus ألفا T راح صار واحد،
وهي السوليوشن، هاي السوليوشن. الان بدي اوجد بيتا 1 وبيتا 2 بنفس الطريقه عند الانيشال كونديشنز ما تغيروا، بعوضهم وبطلع معي الجواب. هيو شو طلع معي الجواب؟ v of t يساوي 420 على جذر 6 في ساين. فهذا لو رسمته ساين سويدال فانكشن والماجنيتود بتاعته 420 على جذر 6، هيو ساين سويدال فانكشن. هذا متذكرين بال بال بالانترودكشن اعطيتكم، قلت لكم انه في حتى تحصل على كلوك بالس، كلوك بالس في الكمبيوتر او في البروسيسور، اما بتستخدم الكريستال او بتستخدم بتستخدم ال سي سيركت. فالال سي سيركت اعطتك ساينوسويدال، طبعا الفريكوانسي انت بتتحكم فيها اوكي، وبتقدر تدخلها على فلتر وتصير عباره عن اللي هو سكوير ويف، تقدر تدخلها على انالوج تو ديجيتال وبتطلع معك سكوير ويف، وبتحصل على الكلوك اذا بدك من ار وسي سيركت، اللي هي مين الار والسي سيركت؟ هيها هيها فقط، إيه سوري، من ال وسي سيركت، ال وسي سيركت بتحصل على ساينوسويدال سيجنال، ساينوسويدال سيجنال. طيب اذا هيك بننهي. المره الجاي بدنا نروح على ستيب ريسبونس اوف بارلل ار سي سيركت. لاحظوا انا صار عندي سويتشنج ودخل السورس فور تي جريتر ذان زيرو، فهون عندي اكس ناتشرال بلس اكس فورست كومبليت سوليوشن. فالمره الجايه ان شاء الله بنشوف، وكمان بنتعلم كيف نوجده. ويا